بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب ما جاء في نقصان الصلاة، ثم ذكر رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. فبيذكر هنا من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله، قال باب ما جاء في نقصان الصلاة بتصح الصلاة، ولكن هذا النقصان يكون في أجر الصلاة، النقصان يكون في أجر الصلاة. وكما ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل ينصرف وما كتب له، ينصرف من صلاته أي بينتهي من صلاته، وما كتب له من الثواب إلا عشر تلك الصلاة أو تسع تلك الصلاة أو ثمن تلك الصلاة أو نصف تلك الصلاة بقدر ما عقل منها، بقدر ما عقل منها، بقدر ما كان فيه من استحضار القلب عند إتمام تلك الصلاة. قال عشر الثواب، قال لما أخلف الأركان والشرائط والخشوع والخضوع وغير ذلك، لكن ليس معنى ذلك هو أنه قد أخل بذلك ركنا لم يأتي بالركن. قلنا أنه لو ترك ركنا من أركان الصلاة فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة بتركه لركن من الأركان، ولا تجبر الصلاة عند ذلك إلا بإتيان بذلك الركن. قلنا غير طبعا لما يكون فيه نقصان طرأ على الواجبات أو على تلك السنة، فهذا يجبر عن طريق سجود السهو إن لم يكن ذلك الترك على سبيل التعمد والقصد. قال لو أخل في الأركان، بينا قبل ذلك في مسألة مثلا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا صفة الركوع وكيفية الركوع، قلنا قد يخل الإنسان بذلك الركن فلا يأتي بالركوع بصورته التامة الكاملة كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقتصر على انحناء في الظهر وعلى مس ركبتين باليدين، يقول هذا ركوع ولكنه ليس كركوع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه لا يستوي من ركع بهذه الصورة ومن ركع على الهيئة والكيفية التي ركع بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك في مسألة السجود، قلنا قد يخل الإنسان عندما يسجد على هذه المواطن السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتفي بالسجود على بعض عضو من ذلك الأعضاء. قلنا لما بنسجد على الكفين لها صورة معينة، لها صورة معينة، وبالتالي عند ذلك قلنا قد يسجد على جزء من كفيه، على جزء من كفين، قلنا هذا لا يتساوى مع من سجد على كفيه، قلنا هذا يسجد بافتراش السبع، قلنا غير لما بيسجد على الكفين ويجافي بين الساعد والأرض ويجافي أيضا بين العضد والجنب. لما نيجي نصلي على الصفة التي أتم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة على نفس الكيفية، صلوا كما رأيتوني صلي، فلو أخل بشيء من شروطها أو بشيء من أركانها، وكذلك لم يأتي الصلاة وهو بحضور القلب ولم يتمم ذلك الخشوع، ولكن كان هناك بعض الشواغل التي انشغل بها الإنسان حال صلاته، لذلك بينا
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينبغي قطع أي علائق ينشغل الإنسان من خلالها إن دخل إلى الصلاة، ولذلك بيّن أن لا صلاة بحضر الطعام ولا حين مدافعة الأخبثين، لأن الإنسان قد يصلي وهو حاقن، قد يصلي وهو في حاجة إلى الدخول إلى الخلاء، ولكن أمسك على نفسه حتى يتمم الصلاة، لما فيه شك أنه هو يطرأ ذلك الخلل على الخشوع. وكذلك إن كان الإنسان في حاجة إلى النوم الشديدة أو كان في حالة من حالات الجوع، يبقى ده كله بيؤثر على الخشوع. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قطع أي شاغل من تلك الشواغل التي يشوش من خلالها على خشوع الإنسان في الصلاة، يشوش من خلالها على خشوع الإنسان في الصلاة. وكذلك إن إحنا لما نركع، لما بنسجد، نجلس الجلسة بين السجدتين عند الرفع، كل ذلك يكون على الصورة التي أتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاتة الإنسان في الصلاة، قال هذه خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. وممكن الإنسان يبقى فيه غفلة نقول التفاتة، حتى لو كانت تلك التفاتة بالقلب، يعني حتى تلك لو كانت تلك التفاتة بالقلب، يبقى ممكن القلب يلتفت نقول بالغفلة بالنسيان، ينشغل بأمر من أمور الدنيا، كان قد انشغل به قبل الدخول إلى الصلاة. وبالتالي نجد أنه قد يستطرد في بعض الأحاديث، أحاديث النفس أو فرؤية بعض الأمور التي كان قد انشغل بها قبل الحضور للصلاة. كل ده هينقص من خلاله من الأجر والثواب المعقود للإنسان لهذه الصلاة. يبقى نقول الصلاة تصح بالأركان، أتى بجميع الأركان ولم يخل بشرط من شروطها، يبقى نقول الصلاة صحيحة. لكن احنا بنتكلم على قدر الثواب الذي يرتب على الصلاة، على إتمام العبادة. نقول نحن الإنسان بيسعى وبيرجو إتمام الثواب من خلال إتمام للعبادة، لما نيجي نصوم، لما نيجي نصلي، لما نيجي نقرأ القرآن، لما نيجي نستغفر نتوب إلى الله عز وجل، نقول لك ماذا ترجو من ذلك؟ يبقى نقول إيه اللي أنت ترجوه؟ هل بنرجو من كده أننا يعني والله نبرئ الذمة من انشغالها بالصلاة؟ طبعا هنا الإنسان الذمة تنشغل لما يدخل وقت الصلاة، وأنت من أهل التكليف فقد انشغلت الذمة بذلك، ولا تبرأ الذمة إلا بإتمام العبد للصلاة. قلنا لو أتى بالصلاة بأركانها واستكمال شروطها، يبقى عند ذلك نقول برأت الذمة، صحة الصلاة برأت الذمة. يعني احنا بنتكلم على ما يرجوه العبد من العبادات، إيه اللي أنت ترجوه من العبادات؟ قلنا بالضبط كده زي بالإنسان يرفع يديه إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء، إيه اللي أنت ترجوه من الدعاء؟ قبول الدعاء. يعني احنا لما بنيجي ندعو لماذا تدعو؟ لو سألناك كده لماذا تدعو؟ على رجاء القبول، يعني بنتمنى الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك الدعاء وأن يستجب لنا فيوفينا ذلك الأمر الذي نطلبه. يبقى ده أساسا المقصد من الدعاء. يقول لك إيه المقصد من الصلاة؟ يبقى هل المقصد من الصلاة الامتثال للأوامر فحسب، ولا كذلك على رجاء الثواب؟ على رجاء الثواب. يبقى لذلك نقول أن العبد يرتب له الثواب على قدر إقبال العبد على الطاعة، على قدر إقبال العبد على الطاعة. يبقى نقول إحنا لما يجي نأدي طاعة انشغل بالطاعة، يبقى لابد من قطع أي علائق ينشغل الإنسان من خلالها عن إتمام للطاعة والعبادة التي ندخل فيها. قلنا لذلك صلي صلاة مودع كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إيه صلاة المودع؟ قلنا صلاة المودع ده لو نعت الإنسان أن هذه آخر صلاة هيركع فيها ويسجد بين يدي الملك الديان، ماذا يفعل؟ يقول مش هنشغل بقى، يقول والله التجارة اللي تركها أو كذا وكذا من هموم الدنيا مش هنشغل بيها. قلنا خلاص لأن علاقة الإنسان قطعت بهذه الدنيا، لأنه أساسا كأنه نعت إليه أنه يموت بعد أداء لتلك العبادة. يبقى شغله الشغل العبادة ده هي. قلنا كل طاعة إحنا بنفعلها يبقى عسى أنك أنت عسى أنك لا تمكن من أداء تلك الطاعة بعد ذلك، كأن آخر طاعة. أي يوم إحنا بنصومه يبقى كده عسى أنك لا تدرك أي يوم من هذه الأيام حتى تقوم بصوم من ربك سبحانه وتعالى. يبقى اعتبر دي آخر عبادة أنت حتوفيها، آخر عبادة حنوديها ثم يكون الموت من بعدها. يبقى كيف يكون الأداء؟ يبقى في شك إقبال شديد، والقلب حيكون حاضر دوما عند إتمام تلك العبادات. إحنا نجد أثر العبادة قلنا كنتيجة للإنشغال. ليه بنصلي ما بنجدش أثر الصلاة؟ ليه بنقرأ القرآن لا نجد أثر قراءة القرآن؟
لابن استغفر كده ويتوب والعبد يلج لسانه بذكر ربي سبحانه وتعالى ولكن لا يجد ذلك الأثر. قلنا للانشغال احنا بنأدي كده مراسيم يعني أشكال عبادات هيكلية، ولكن نقول حياة العبادة روح العبادة هنجد أن ذلك الأمر قلما نجد من أقبل على ربي سبحانه وتعالى وكان حاضر القلب عند إتمام تلك العبادة. لكن منشغل، نقول منشغل بالولد بالزوجة بكذا بكذا بأي صورة من الصور بينشغل، نقول كما بينا قبل ذلك لما نيجي إلى الصلاة تنقطع علاقة الإنسان بالدنيا تماما. قلنا الدنيا لابد من قطع العلاقة قبل ما ادخل الصلاة كده، يبقى لابد من غلق ذلك الباب، باب الدنيا لابد من غلقه، فلا ينفتح عند ذلك إلا الباب إلى الآخرة. فمفيش انشغال، قلنا بحاله كده أنه قطع، قلنا هذا باب أغلق تماما، يبقى طرح يفكر في إيه؟ فمفيش وجه للتفكر أبدا غير في العبادة والتفكر في الله سبحانه وتعالى ونحن نمارس وهذه العبادات. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا يعقد لك ثواب العبادة إلا بقدر ما عقل منها الإنسان، إلا بقدر حضور الإنسان. لكن نقول لو كان غافل فإحنا بنجري الحركات على الأركان فقط، يعني نجري كده الركوع، عارفين الركوع عارفين السجود عارفين الرفع، لكن نقول ما بنعيش هذه الصلاة. قلنا إيه فائدة الأذكار اللي إحنا بنقولها؟ إيه فائدة الأركان العملية؟ إيه الفرق ما بين الركوع والسجود؟ لا شك إن هي دي مش حركات، عبارة عن حركات لكن لها أثر يعني في سلوك الإنسان، أثر كده على إيمان الإنسان، يبقى أرحنا بها يا بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علاقة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بغيش أبدا للعبد أن يكون في إقبال على ربي سبحانه وتعالى لإتمام العبادة هو في هذه الغفلة. قلنا غفلة شديدة، قلنا لا يصلح، قلنا هذا أيضا من سوء أدب العبد، يعني ده من سوء الأدب أن العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وينشغل بغيره، قلنا هذا سوء أدب. يبقى نقول لما الإنسان كده لو كان مقابل الآخر وكان يتكلم معه، قلنا من سوء الأدب ألا يلتفت إليه، يعني نقول من سوء الأدب كده ألا يلتفت إليه. من السنة أن تلتفت إلى من تتكلم معه، من السنة أن تقابل من تسلم عليه، دي من السنة كده، وبالتالي من سوء الأدب إن هو يعني ينحي ذلك الوجه عمن يتكلم معه، ده في الدنيا كده. وهذه العلاقة ما بين الأفراد، ولله المثل الأعلى، فكيف يلتفت الإنسان على ربي سبحانه وتعالى والرحمة تواجهك؟ يبقى كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ننتبه كده إن في خلسات يختلسها الشيطان من صلاة العبد حتى لو كان ذلك بالتفات القلب، هذه خلسة اختلسها الشيطان من صلاة العبد فخرج وأدى الصلاة، ولكن في الحقيقة ليس له ذلك الثواب الكامل لانشغاله وغفلة الإنسان عند إتمام لتلك الطاعات. فلذلك كان هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة نفرق ما بين صحة الصلاة وما بين الثواب الذي يرتب عليها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات أي أن الأعمال تفتقر إلى النية ولا تصح العمل إلا بنية. يبقى نقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى العمل يفتقر إلى نية ولا يصح العمل إلا بنية. يبقى كل عبادة احنا بنفعلها يبقى فيها قصد العبادة. يبقى نيجي نتوضأ نقول هذا وضوء، يبقى مش عبارة ان احنا اجرينا المياه على الاعضاء اعضاء الوضوء يبقى ده وضوء، انقصد العبد بذلك الوضوء. يبقى مش مجرد كده امرار الماء، مش مجرد انسان وقف كده واتم حركات الصلاة، لكن لو لم يقصد الصلاة فهي ليس بصلاة. فالعبادة كده اي عبادة بتفتقر الى نية، يبقى لازم نكون فيها قصد، قصد العبادة. انما الاعمال بالنيات يبقى قصد، عشان تصح العبادة لازم يبقى موجود النية، وعشان نرتب عليها الثواب نقول أين كانت الوجهة، يعني وجهة الإنسان عند إتمام لتلك الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، حسب الوجهة. لو كانت الوجهة للرياء والسمعة يبقى حينال ذلك الحظ، ولكن ليس في الله في الآخرة إلا النار كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق شهيد. قلنا جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ده في الظاهر، لكن كانت الوجهة لغير الله. يبقى نقول كده في الظاهر نحكم أن الصلاة دي كانت صحيحة، صحة الصلاة قلنا لإتمامي لاستفاء الشروط وكذلك إتمامي للأركان، ولم يأتي بمخل من مخلات الصلاة أو مبطن مبطلات الصلاة، فيبقى على كده نقول الصلاة صحيحة، لكن ده يرتب عليها الثواب ولا لا؟ والله على حسب الوجهة.
يبقى إن قصد بها وجه الله عز وجل حيؤجر على ذلك. إن قصد الرياء أو السمعة فحينال ذلك الحظ في الدنيا ولكن له ليس له في الآخرة إلا النار. أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عالم ومتصدق شهيد. يبقى نقول جاءوا في الظاهر بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجه لغير الله حيكب من خلال هذا العمل على وجه في النار. يبقى نقوله كده طاعة أكب ذلك العبد على وجه في النار، ده الطاعة نهاية في الظاهر لكن هي ليست بطاعة. قلنا لأن الطاعة يبقى ظاهر وباطن، لما نيجي نصلي كده للصلاة دي ظاهر وباطن، لما بنصوم أي عبادة من العبادات لها ظاهر وباطن. نقول إن إحنا أساسا استوفينا الأعمال الظاهرة، أجرينا هذه الحركات على الظاهر، لكن الوجه فين؟ العمل الباطني بقى، عمل القلب لازم ينضم إلى العمل الظاهر. قلنا حتى تصح أن تكون عبادة يؤجر عليها العبد عند ربي سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك الأمر. قلنا زي كده نطق العبد بالشهادتين، نقول نحكم عليه أنه مسلم ونجر عليه أحكام الإسلام، نقول الشهادة دي ينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى، نقول نعم ينتفع، ولكن إذا انضم إليها اعتقاد القلب. إن تخلف عن اعتقاد القلب فده النفاق، يبقى ده النفاق. قلنا المنافق ما هو كان بيتلفظ بالشهادتين ولكن نقول لم ينضم إليها، نقول العقيدة في القلب يبقى ليست ملازمة لذلك القول، لكن نقول أنه كفر برب سبحانه وتعالى في قلبه، فده المنافق أساسا الذي توعد ربنا سبحانه وتعالى وقال إن منافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى نقول هو أقر بلسانه، قلنا ده ينتفع بها في الدنيا، هنجري عليه الأحكام في الدنيا، أحكام الإسلام بنجري عليه في الدنيا، لكن نقول هذا الإقرار لا ينتفع به عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليه عمل القلب. كذلك الصلاة وصلها، نقول الصلاة دي لما نحكم عليها إحنا بالمعايير بتاعتنا هنقول الله استوفى الشروط، نعم، يبقى كل شروط الصلاة تم استيفائها. نقول طب أركان الصلاة أتم الأركان، ما جاش بمبطل مبطلات الصلاة، فصلاته نقول صحيحة، لكن نقول هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، نقول والله بقى دي محتاجة لعمل القلب، عمل القلب انضم إلى عمل الظاهر يبقى عند ذلك حيؤجر عند ربي سبحانه وتعالى على تلك الصلاة. يبقى ننتبه كده الإنسان، يبقى ليه إن إحنا ما بناخدش الأجر كامل؟ يبقى نتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة، نتيجة التفات القلب، يبقى التفت القلب إلى الدنيا شغل كده، نقوله هو بيدخل الصلاة وهموم الدنيا معاه، مشاغل الدنيا معاه، نقول يبقى عشان كده بننشغل ونحن في الصلاة بأمور الدنيا، ونقول يبقى هنا في جور على أمر الآخرة. يبقى لما نيجي للصلاة يبقى على ذلك إقبال عبد على ربي سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ نقوله كده المطلوب الواحد يذكر نفسه، يذكر نفسه إيه المطلوب؟ يبقى أقطع أغلق هذا الباب، باب الدنيا أغلقه تماما، وكأني ليس لي علاقة بالدنيا تماما. وقلنا كأن العلاج كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع، يبقى تصلي صلاة مودع. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال العرباد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبان خطبة، يبقى كانت موعظة بليغة يعني ضربت منها العيون وجلت منها القلوب، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. يبقى شوف استشفوا كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يودع الدنيا، فعلى ذلك أوصنا. يبقى اكتفوش بكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرادوا الوصية الأخيرة كأنها موعظة مودع كده، ده الكلام ده كأنه واحد بيودع الدنيا، طب أوصنا. فعلى ذلك ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يأتلفون على كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وحذر من الاختلاف والفرقة. فقال باب ما جاء في نقصان الصلاة أي نقصان الأجر، ولكن الصلاة صحيحة ولكن حينقص أجر الإنسان. قلنا وأجر الإنسان حيكتب بقدر ما عقل من صلاة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب تخفيف الصلاة. قال باب تخفيف الصلاة، ثم ذكر رواية قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأمنا، قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء، يبقى أخر الصلاة هي صلاة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يأم قومه فقرأ البقرة، فاعتذر رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان،
فقال ما نفق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك، ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يأمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعم، فقال أراه قد ذكر. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى قال عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه ويصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، لأنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. يبقى قال حزم بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أتى معاذ بن جبل يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، فكان بيصلي بقوم قلنا بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة والمسافر. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، قال حولها ندندن. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس قال فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ثم كانت آخر تلك الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. قال فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. بيكلم على مسألة التخفيف في الصلاة، مسألة التخفيف في الصلاة. وكما ذكر هذه الرواية الأولى في قصة معاذ رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، كان إماما لقومه، يبقى كان معاذ رضي الله عنه إماما لقومه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينقلب إلى قومه فيأم هؤلاء القوم. قال أن معاذ رضي الله عنه صلى مرة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يأم قومه فقرأ بالبقرة، قرأ البقرة، فاعتذر رجل من القوم فصلى، فقيل نفقت يا فلان؟ فقال ما نفقت. ثم أتى واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المبرر والحيثية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جانب من تلك الصور التي يقرأ بها. فمعاذ رضي الله عنه يبقى كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم. طبعا بينا قبل ذلك أن هذه القصة بيؤخذ منها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وقلنا رواية صريحة في ذلك الأمر، وقلنا لأن الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى، بناء على ما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفريضة هي الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كيف أنتم إن أمر عليكم ورائي وآخرون عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى ده بينت الروايات أن الأولى هي الفريضة تبرأ بها الذمة، والثانية كانت هي النافلة. فصلاة معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هي الفريضة، وبالتالي صلاة معاذ
رضي الله عنه بقومه لما ينقلب إلى قومه بعد أداء تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان حاله حال المتنفل، وبالتالي يبقى القوم كانوا يصلون العشاء خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، يبقى هو متنفل وهم أساسا يصلون الفريضة، يبقى فيها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل. فنجد أيضا أن معاذ رضي الله عنه افتتح الصلاة بالبقرة، فاعتذر رجل من القوم فصلى، يبقى اعتذر هذا الرجل فصلى، قلنا عقد نية الفصل عن الإمام وبعد ذلك صلى، يستكمل الصلاة، يبقى ما يخرجش من الصلاة ولكن هيعقد نية الفصل عن الإمام ويستكمل، يبني على ما مضى، يبقى لصحة هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام. يبقى لما يكون صلى مع الإمام ونقوله الإمام طول، هيطول الصلاة، وانا زي حال إنسان كده يعني مسافر، وقلنا والله المواصلات ده هي تسلى لها مواعيد، فهو لو صلى مع الإمام فلو انتهى مع الإمام وظل يصلي حتى انصرف لفاتت ذلك الميعاد، ماذا يفعل؟ يعقد نية الفصل وينفصل ثم يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، قلوش هنا في الحالة دي اخرج من الصلاة اقطع الصلاة. وقلنا على الرغم ان احنا هنذكر كده ان جاب العلماء قالوا جواز قطع صلاة الفريضة لعذر من الاعذار، جواز قطع صلاة الفريضة لعذر من الاعذار، ولكن نقول هو يعقد نية الفصل عن الامام، نقول احنا انت دلوقتي مأموم وهذا امام، لما الامام هيطول بهذه الصورة يفوت عنك مصلحة من المصالح التي لا استطيع ان استدركها، في الحالة دي يعقد نية الفصل ثم ينفصل عن الامام ويستكمل الصلاة، يبني على ما مضى. فنقول صلاته مع الامام صحيحة، جزء الصلاة ده صحيحة، وان كان يبقى عذر من الاعذار المشروعة شرعية في الفصل يبقى يفصل عن الامام، يبقى على ذلك ويستكمل الصلاة. قال فاعتذر رجل من القوم فصلى، استكمل الصلاة يعني كما بينت جانب الروايات، وفي روايات قالت انه سلم ثم استأنف الصلاة من جديد، ولكن كل حاجة الى ذلك يقطع بس القدوة بالامام، هيقطع القدوة بالامام، يبقى هذا ليس بامامي انما جعل الامام متم به، فالمفترض ان انا باتم بالامام ده استكمل الصلاة من ورائي. نقول لكن هنا دلوقتي جاء سبب عذر من العذار، جاز هنا قطع القدوة، يبقى لا تقتدي كأنك انفصلت عن الإمام، يبقى يعقد نية الفصل كده الانفصال عن الإمام ويستكمل الصلاة ويبني على ما مضى من صلاة. فقيل نفقت يا فلان، ده سورة منافق، يبقى ليه المنافق إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ورؤون الناس ولا يذكر الله قليلا، نفقت يا فلان، ده سورة منافق، فقال ما نفقت، ثم رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ساعات نقول والله يعني الناس مثلا ما بيحبش القرآن يقول كده، لأن إزاي يقول لك الإمام ده أنت بتطول فيه، يقول لك يعني أنت مش بيحب يسمع القرآن، يقول لك نقول إن هو طول إطالة يعني يتعب منها ذلك الإنسان. لذلك كما ورد في بعض الروايات قال يا رسول إني لا أدرك الصلاة من شدة ما يطول بنا فلان، إني لا أدرك الصلاة من شدة ما يطول بنا فلان. قال هذا رجل لعله أن يكون مريضا ولا يستطيع ان هو ان يقف هذا الموقف في طول القراءة، فلذلك قال لا ادرك الصلاة من شدة ما يطول بنا فلان. ولا ده بيطول الصلاة ندركها، ولا ده بيتكلم ان هو صورة عكسية، ما بيدركش الصلاة، ما بيقدرش يصلي صلاة الجماعة كنتيجة اطالة القراءة، فلا يستطيع ان يدرك ذلك الامر. قلنا عسى ان هو يكون مصاب بمرض لا يقوى من خلاله على تحمل القيام او غير ذلك من الصور، فكل التطويل ده يبقى فيه تعجيز للبعض كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المريض، في نقول المسافر، في اللي هو رجل الكبير الذي يتحمل، في السقيم، يعني دي كلها صور، وبالتالي لابد فيها من مراعاة أحوال المأمومين. يبقى أنت إمام نقول على ذلك في قرارك لابد أنك أنت أن تراعي أحوال المأمومين، قل والله ما ياخدش كده قرار من نفسه يطول، الإمام لما يطول يقول يعني دي صالح أن نطول فيها، نقول لك لا، راعي الأحوال، راعي أحوال المأمومين، فلابد من تلك المراعاة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إذا رأى القوم قد أبطأوا، وكان يعجل إذا رأى القوم قد اجتمعوا. يبقى لما يجد كده القوم خلاص اجتمعوا يبقى كان يعجل قيام إقامة صلاة العشاء، وإذا رأى أن القوم أبطأوا يبقى كان يؤخر إقامة صلاة العشاء. الإمام لابد فيها من مراعاة أحوال المأمومين، فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك لما اشتكى ذلك الرجل ذكر المبرر، يعني ذكر ذلك المبرر، قال إن معاذا يصلي يعني معك ثم يرجع فيومنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، يعني طول اليوم إرهاق، يعني بيعمل في إرهاق، فعلى ذلك نقول يعني عايز يصلي الصلاة يدرك الصلاة في جماعة، ولكن لا تطول هذه الإطالة. لما يكون إمام كده يعني نقول لا يعمل مثلا، أو إمام صغير في السن خلفه رجال كبيرة في السن، نقول يعني على ذلك هذا الإمام يقوى على القيام ساعات طويلة، ولكن لابد من اعتبار حال المأمومين. هذا رجل كبير لا يقوى على القيام، لا يقوى على... نقول الله في صلاة النوافل غير صلاة الفرائض، لكن أنت كإمام للقوم يبقى لابد أنك أنت تراعي أحوال المأمومين. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك الرجل واشتكى قال إنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وأنه جاء يومنا فقرأ بسورة البقرة، فقال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا، عندك سور أساسا اقرأ بيها. يبقى على ذلك من أما الناس فليخفف التخفيف، يكون إزاي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة التخفيف دي نقول كلمة كده مطلقة، يبقى كلمة التخفيف يا ترى يبقى على حسب أهواء الناس؟ نقول لا، التخفيف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يبقى كان بيقرأ نقول عدد الآيات قرب دي، لك والله قرب 30 آية، قرب 40، قرب كذا، قرب، يبقى نجد أنهم نقلوا لنا أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان فيها الإرشاد سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فده اللي كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. ولذلك كان بينصح دوما يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكذلك أيضا وإن منكم لمنفرين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنه. يبقى ممكن أنت تنفر إنسان بالطاعة، تنفر إنسان بالطاعة، ممكن يبقى تنفر إنسان بالطاعة، نعم، من خلال السلوكيات والعمل، يعني من خلال السلوكيات والعمل. احنا بنجد كده البعض يعني بينفر من أصحاب اللحى، إيه السبب؟ من السلوكيات، يعني من السلوكيات، هو مش بغضا للحية ولا بغضا للسنة، ولكن نظروا ان الانسان اللي هو اساسا اطلق اللحيه يبقى على ذلك نقول قد استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاملاته وسلوكياته تكون منضبطه على السنه. ولان هو اعلن قال انا رجل سني، يعني ايه سني؟ قال انا رجل ملتزم، بلتزم بالشرع والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش التزام ده في الهدي الظاهر بس، ولكن التزام ده نقول يعني منظومه متكامله، منظومه متكامله. ينفعش ان انا التزم كده بالسنة في بعض الاحوال وانا اكون يعني نقول محارب للسنة في احوال اخر. فنقول انك انت ربنا سبحانه وتعالى كما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يبقى انت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول في كل حياتك، في كل جزئية من جزئيات الحياة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في ذلك الموقف. ولكن نقول ان البعض ينفر الناس، بتنفر الناس من الطاعة، وقد تنفر الناس من السنة، تنفر الناس من السنة. قلنا كنتيجة لهذا السلوك غير المنضبط، قلنا لأنه هو فصل ما بين يعني هذا الهدي الظاهر وضبط السلوكيات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك أنك أنت يعني من المفترض أنك أنت تستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك مع زوجك مع إخوانك، قلنا يعني تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الحياتية، والله في حال لبس النعال، خلع النعال، في حال الطعام، في الشراب، في النوم، دخول الخلاء، خروج الخلاء، يبقى دي السنة، سنة منظومة متكاملة كده في حياة واقع حياة الإنسان. يبقى مش احنا بنهتم بالهدي الظاهر فقط، وبعد ذلك قلنا ننفر الناس من السنة، كذلك إياك أن تنفر الناس من الطاعة. يبقى ممكن الإنسان ينفر الناس من الطاعة، نعم، وبعد كده بيتهم الناس بالتقصير، يتهم الناس بالتقصير، ويتهم الناس بعدم حب تلك الطاعات. نقول لا، انت اللي بتنفر الناس من تلك الطاعة. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرع وابخ معاذ بن جبل رضي الله عنه، افتان انت، افتان انت، تفتن الناس، هتفتن الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى؟ قلنا بإطالة الصلاة، قلنا ممكن يبقى يعقد في قلب الانسان يعني بينفر من الطاعة. ايه اللي خلاك تدخله لهذا الامر؟ ده انت لما تكف الشرع عن الناس دي طاعة تتقرب بها ربك سبحانه وتعالى،
لما بنقلل الشر والفساد احنا بنتقرب الله عز وجل، دي طاعة ان احنا نقلل الشر والفساد. وكذلك ان تكف الشر عن الناس، يبقى تكف الشر عن الناس، فعلى ذلك يبقى دي نوع من انواع فتنة الناس في دين ربهم سبحانه وتعالى، بتفتن الناس وكذلك بتجعل الناس ينفرون من طاعة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا تباغض لهم الطاعة، لا تباغض لهم الطاعة. فلذلك كان عمر رضي الله عنه قال لا تبغضوا إلى الله عبادة، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إلي يبغض إليهم ما هم فيه. يبقى بتبغض، قال لا تبغضوا إلى الله عبادة، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. مقولة عمر الخطاب رضي الله عنه قلنا ده الفقه أساسا، ده الفقه. وبالتالي إمام القوم لابد أن يكون عنده نوع من أنواع الرفق واللين والشفقة، ما يكونش عنده قسوة قلبية، كنش عنده قسوة قلبية، ده إمام والنبي أم القوم. يبقى على ذلك يراعي أحوال المأمومين، كذلك عنده الرفق. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير القراءة التي يقرأ بها كنتيجة بكاء الصبي، وقلنا إيه السبب؟ شفقة على أمه، يخاف كده على أمه هتنشغل بابنها، ابنها بيبكي هتعمل هتنشغل، فكان يخفف في القراءة صلى الله عليه وسلم. شوف مراعاة أحوال الصغير، ده فيها مراعاة أحوال الصغير. يغير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الصلاة، يبقى يغير في الصلاة قلنا مراعاة لأحوال المؤمنين، مراعاة لأحوال الصبي الصغير. صبي صغير بيبكي، يبقى عنده كم سنة كده؟ قوله سنة أقل أكثر بقليل، يبقى صبي بيبكي، ولكن خاف نقوله إيه؟ ليه بيخفف في القراءة؟ يبقى فيها مراعاة لأحوال الصغير، أحوال شفقة، هذا يسر الطاعة، يسر. ده الفقه، الفقه أساسا مرونة، الفقه أساسا فيه مرونة، مش حاجة كده جامدة جافة، لا، ده الفقه فيه مرونة. ولكن لما نعلم كده مقاصد الإسلام، اعلم كده مقاصد الإسلام، وبالتالي نجد الإمام ينبغي أن يكون عنده الرفق. وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله. وبالتالي الرفق هذا خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عنده شفقة، عنده رحمة، عنده مراعاة لأحوال الناس، يبقى ده حال الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة. فلذلك كان هذه مقولة عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لا تبغضوا الله عبادة، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. ممكن أنت تبغض الطاعة، الإنسان ممكن تبغضه في الطاعة، تنفره من الطاعة، تنفره من الطاعة، قلنا بالسلوكيات، وقلنا عدم ذلك الضبط. ولما يتعدى حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يتعدى حدود ما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدل العلماء بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، وده الظاهر أن الأولى هي الفرض والثانية بتكون النفل، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. قال هذا الحديث أساسا يعني منكر بذكر المسافر، لكن هي أساسا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، كما بيّنت الرواية. فيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم، يقوله وفعل فعل محرم، لا، فعل مكروها، ولكن أيضا فيها النهي عن ذلك الأمر، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره ووبخه، قلنا لأنها أساسا أفعال لها ارتباط بالناس. يعني نقول والله لو هو يطول في الصلاة يقول لك وحرام التطويل في الصلاة، نقول لا، ده طالما أنك أنت أساسا إمام للقوم فلا بد أن هم جزء من قرارك، يبقى الناس دي المأموم ده جزء من قرار الإمام، يبقى نقول الله ياخد كده عقد ان هو هيطول في القراءة، نقول لا، المأموم ده جزء من قرارك، لابد مراعاة احواله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. قال جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، يبقى هنا التعزير يا ترى باي صورة من الصور؟ التعزير قد يكون بالنظرة، التعزير قد يكون بالكلام، قد يكون بالضرب، على حسب ما يرى الامام يعني وجه التعزير. قلنا لأن التعزير أساسا للردع والزجر، للردع والزجر حسب ما يرى، قلنا ممكن ينزجر كده بكلمة، ممكن أساسا ينزجر بنظرة، ممكن ينزجر إلا بالضرب. فلذلك قال جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها. يبقى عذره النبي
صلى الله عليه وسلم على الإطالة حتى قال له لا تكن فتانا لا تكن فتانا. ثم ذكر أيضا في أبو داود رحمه الله في رواية عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. قال حولها ندندن. فبيذكر هنا أيضا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الرجل ماذا تدعو به في الصلاة، ماذا تدعو في صلاته. فقال بتشهد وأقول هذه الأدعية. قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فعلى ذلك قال ولكن لا أحسن دندنتك، يبقى أدعية كده اللي بيدعو بها. نقول فلان ده لما بيدعو دعاء طويل، دعاء طويل، نقول يعني حولها ندندن. الكل بيرجو إيه؟ يعني يرجو الرحمة ويخشى من عذاب ربي سبحانه وتعالى. فنقول أقصر الطرق، يعني كما مش في الدعاء المطول دوت، لا يعني معلوم كده دايما نتذكر هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو، خلاص قضية منتهية، الكلمات معدودة. قلنا الإنسان كده مش بيستريح، ما يشعرش بالطمأنينة إلا لما يقول صفحات طويلة جدا من الدعاء. نقول كان ذلك أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ذلك لعائشة، ولكن أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فنقول ان الانسان ساعات كده زي بنقوله في قنوت في صلاه التراويح، بنجد ان هو يعني الدعاء يقول لك دعاء يعني بيبكينا تلت ساعه نصف ساعه، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف، ما رأناش هذا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا بقى كلمات سجع كلها، نقول يعني خير الهدي هدي ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني ممكن احنا ناتي في الادعيه بادعيه افضل مما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لمعاذ بن جبل إني لا أحبك فلا تدع ضب كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا الكلمات دي لو احنا كتبناها يعني نقول إنها مش هيستوفي بقى سطر، بس سطر في الصفحة، يعني نقول هي أدنى من سطر في الصفحة، يعني لا تدع ضب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا كم كلمة، كلمات معدودة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، قلنا كلمات بسيطة جدا. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كيف يدعون للميت اللهم اغفر له وارحمه، يبقى ده المطلوب. فلذلك يعني قال انا مش بنحسن الدندنة بتاعتك، بنشوفك بتقول دعاء طويل، بتقول ايه؟ نقول لك انت بتقول ايه؟ انت بتطلب ايه؟ انا بطلب الجنة واعوذ بالله من النار، واعوذ بالله من النار، يبقى أسأل الله عز وجل الجنة أعوذ به سبحانه وتعالى من النار، خلاص حولها ندندن. هذه القضية الأساسية. الله تعالى كما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذه الفوزة. يبقى أنت أطلب هذا الأمر مباشرة، وبالتالي نقول خير الأدعية يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قف على الأدعية. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فمش هنأتي إحنا أبدا بألفاظ في الأدعية أفضل من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هنأتي بألفاظ أفضل من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بيترك كده الأدعية الواردة في كتاب ربي سبحانه وتعالى، الأدعية الواردة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد أدعية كده اختراعات، اختراع قلنا بيبقى فيها انسجام، نقول فيها كده نوع من أنواع السجع، فبيتأثر الإنسان. لكن نقول التأثر ده لو احنا رأيناه تأثر لحظي، لحظي كده بكى في الصلاة وبعد كده ممكن هو اللي بيطلع يغش، بيطلع يغتاب، يطلع يتكلم كذا وكذا، ينقل الكلام على سبيل الإفساد، هو اللي كان بيبكي في الصلاة. ولكن نقول ما بكى من كتاب رب سبحانه ولا من كلام رب سبحانه، ما بكى إلا من كلام هذا الذي يقنط كان في صلاة من دعائه. على الرغم من هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مش بهذه الصورة، يبقى نقول في الصلاة هو يبقى الإطالة ما تطولش في الصلاة. وكذلك أيضا دي منظومة متكاملة، يعني لازم احنا كده ننظر الاسلام ده شيء متكامل، شيء متكامل. وكذلك الصلاة، يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي كيف كان يدعو، يبقى نقول فرق ما بين امرين، لما تصلي لنفسك ولما تكون اماما لغيرك. لما تكون اماما لغيرك لابد ايه مراعاة ذلك. والله ده الناس المأمومين بيحبوا ذلك الدعاء، كل دايما يعني احنا بننحي السنة، يبقى نقول نحن نلتزم بالسنة ونحن في الحقيقة بننحي السنة.
السنة لم ترد بتلك الصورة، فلا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيش مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ قال له انت بتقولي في الدعاء؟ قال والله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال مين أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ قال حولنا من دندن، إحنا كلنا عايزين. هي دي قضية لشغلان، دي قضية لشغلان. قلنا ربنا سبحانه كما بينا يعني هذه قضية مترجمة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولذلك بنجد أن يعني دعاء الصالحين، دعاء الأولياء كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، دعاءهم دائما كده ما تقرأ في كتاب ربك وقنا عذاب النار، كل دعائهم كل همهم وقنا عذاب النار. يبقى ده كان دعائهم وقنا عذاب النار، تجد كده دايما ده دعاء الأولياء، يعني ده دعاء سادة الأولياء، هذا هو الدعاء. ومنهم يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى لما ذكر كده قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هتجد كده وتقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، دي أساسا القضية اللي كانوا منشغلين بها. يبقى أخذوا بكل سبب الأسباب التي يكتب لهم من خلالها النجاة من النار، ولم يعتمدوا على ذلك، لكن كانت قلوب هؤلاء يعني معلقة بربهم سبحانه وتعالى، فكانوا أبدا ما يغفلون عن ذلك الدعاء. ولذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقول أدعيه أدعيه، وكان يكثر من ذلك الدعاء، وكان يكثر ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى ما ذكر لنا من أدعية الأولياء وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نقول أدعية. فإحنا نترك أدعية القرآن إزاي؟ قلنا خاصة هذا الدعاء في خواتيم سورة البقرة، هذا دعاء أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى، يقول ده دعاء أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى. لا نكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قالت قد فعلت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمن على ذلك الدعاء. يبقى كما بينت الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قص علينا يعني وحكى علينا قصة نزول تلك الآيات من خواتيم سورة البقرة وكيف نزلت، فنجد أن ده دعاء أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى، يعني أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى. إزاي نتركه؟ يبقى نقول ده من جهل الإنسان، يعني هذا من عدم فقه الإنسان. يبقى نقول والله لما ندعو، طب ندعو بأدعية مضمونة ولا بأدعية من تأليف الإنسان؟ تدعو بما شئت، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نجد أدعيته، يبقى أدعية كلها مبناها على التوحيد، لها معاني، مفترض ان دي معاني كلها تكون مستقرة داخل النفس، مش عبارة عن كلمات احنا نرددها كده، لا. يبقى أدعية نقول لابد ان تكون مستقرة، هذه المعاني مستقرة في داخل النفوس، واللسان بعد ذلك ينطق بها، ولكن مع استحضار هذه المعاني التي كان يدعو بها النبي، للألفاظ التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس قال فليخفف، إن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، قال إذا صلى لنفسه قال فليطول ما شاء. إذا والله بتصلي لنفسك فلتطول ما شاء، ولكن لما تصلي إمام بالقوم قال فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. قلنا طبعا دي في إمامة الصلاة، لكن في صلاة زي صلاة الكسوف لا عبرة بأحوال المأمومين فيها، قلنا دي صلاة مرتبطة بظاهرة فيش عبرة بأحوال المأمومين. يبقى نقول إن الإمام كده يقرأ، نعم، قلنا يطول في القراءة، يطول في القراءة، يبقى يطول في القراءة، كما ذكر علماء إن صلاة الكسوف دي أصلا مرتبطة بظاهرة، بيصلي حتى يعني تنكشف تلك الظاهرة، فكان فيها التطويل في القراءة، قلنا دي كل ركعة فيها ركوعين وقراءتين، يبقى نقول إن هو بيفتتح الفاتحة ثم يقرأ بصورة طويلة. قال العلماء بالبقرة، فنقول في القيام الثاني الركعة الأولى يقرأ بآل عمران، في القيام الأول في الركعة الثانية يقرأ بالنساء، القيام الثاني في الركعة الثانية يقرأ بالمائدة، شو نتخيل بقى كده يقرأ بستة أجزاء يعني بخمس القرآن كده، يبقى يقرأ دي
طبعا دي لأن دي مرتبطة بالظاهرة، فلا عبرة عند ذلك، لا نستطيع أن احنا نقول من أما الناس فليخفف، ده كلام صحيح، ولكن دي رواية عامة هتخصص عن طريق تلك الصلاة اللي هي صلاة الكسوف، لأنها مرتبطة بظاهرة لا ارتباط لها بالمأموم، لا ارتباط لها بالمأموم، لكن هي مرتبطة بالظاهرة، قال حتى تنجلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى فيها استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. قال طب يا ترى التطويل هل يا ترى، قال ان الامام له ان يطول ان علم رضا المأمومين. قالوا يبقى هنا اساسا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اما الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير. قالوا طب لو كان الامام كده قال له المأموم انه يطول في الصلاة، قالوا والله الكلام ده لو كان المأموم او المأمومين دول محصورين في مكان مش هيزاد عليهم يبقى ممكن يطول بيهم الإمام، لكن لو كان في مكان زي مسجد كده مفتوح يبقى نقول والله برغبة المأمومين نقول قد يرد عليه من لا يرى، فعلى ذلك نقول يبقى حتى رضا المأمومين في تطويل الإمام. قالوا الكلام ده لو كان المأمومين دولت منحصرين في مكان لا يزاد عليهم، يعني مفيش حد غريب هيدخل معاهم، نقول والله في مكان كده مغلق عليه في رحلة مثلا قلوية في صحراء فمفيش حد هيزاد عليهم، وبالتالي قالوا فلتطول بنا، يبقى جائز أن يطول بهم. قلنا لأن طبعا هنا فيها مراعاة أحوال المأمومين، فكان التخفيف من أجل مراعاة الأحوال، يقول لك أن المأمومين هم اللي طلبوا الإمام ذلك الأمر، فنقول لو كان يضم إليهم من ليس يعني كان في وقت الرغبة في التطويل يقول لك لا، يبقى يقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن مخافة أنه يرد عليه مأموم هو ضعيف أو كبير في السن أو مسافر أو مريض، فيبقى هنا في الحالة دي مش يعمل أحوالهم فقط، يراعي أحوالهم، يراعي برضك أحوال من يأتي، إلا إن كان في حالة إن هم أساسا هيصلي بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله إيه غيرهم. فلذلك قال من أما الناس قال يصلي أحدكم للناس فليخفف، وذكر العلة في ذلك، يبقى انتفت العلة يبقى مفيش حرج، وإذا صلي لنفسك قال فليطول مشان، عايز تطول في الصلاة لما تصلي لنفسك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في قيام الليل كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، يبقى افتتح الصلاة كده بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يبقى صلى بحوالي ستة أجزاء كده في ركعة واحدة يطول ما شاء. يبقى لو كان الإنسان بيصلي قيام ليل لنفسه وإنسان انضم إليه يخفف، نقول لا، يعني له أن يطول لأنه يصلي لنفسه، يصلي لنفسه، غير لما يكون والله هنصلي صلاة التراويح يقول لك لا، يبقى راعي أحوال المأمومين، راعي أحوال المأمومين، غير لما يكون بيصلي لنفسه وإنسان أراد أن ينضم إليه خلاص، هو أساسا كان يصلي لنفسه فأراد أن يطول فليطول ما شاء، فليطول ما شاء، إلا أنه إحنا نقوله يكون إمام للقوم، يبقى في صلاة التراويح غير ذلك طالما اجتمع القوم، يبقى على ذلك أيضا يراعي هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلى أحدكم للناس فليخفف فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاج. يبقى نقول يبقى في الحالة دي يبقى ترك التطويل، ولكن التخفيف ليس معناه التفريط، ليس معناه التفريط في قراءة بحيث أنه يقرأ قراءة قصيرة، ولكن يقرأ كما كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول للإمام لابد أن يراعي أحوال المأمومين، ده في قراءة وكذلك في الأذكار الواردة في الصلاة، يبقى نقول هو معتاد كده في الركوع أو معتاد في السجود أنه يطول هيكثر من التسبيحات، نقول له أنت إمام يبقى لازم تراعي أحوال المؤمنين، يبقى تراعي أحوال المؤمنين دايما في القراءة وكذلك في الأذكار الواردة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف إن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاج. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب القراءة في الظهر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. يبقى قال عن عطاء بن أبي رباح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. يقول أبو قتادة رضي الله عنه كان رسول الله
صلى سيصلي بنا، قال فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. يبقى كان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، أي الثانية تكون أقصر من الأولى، وكذلك في الصبح. قال أيضا في رواية أيضا عن دلاء بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه بعد هذا وزاد، قال في الأخريين بفاتحة الكتاب. يبقى كان يقرأ في الظهر والعصر ركعتين أوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، قال في الأخريين بفاتحة الكتاب. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، قال وكذا في صلاة العصر وكذا في صلاة الغداء، في صلاة العصر وكذلك في صلاة الصبح. قال أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. يبقى ليه كان بيطول في الركعة الأولى دائما؟ قال فظننا، ده ظن الصحابة، يبقى هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يطول في الركعة الأولى. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ليه كان بيطول؟ قال عشان يدرك الناس الركعة الأولى. ده طبعا يعني كما بيذكر أبو قتادة رضي الله عنه ده رؤيته يعني. قال ثم ذكر عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بكم كنتم تعرفون ذلك، أو بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب الإحياء. سئل خباب رضي الله عنه قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون؟ إزاي بتعرفوا أنه كان بيقرأ؟ قال باضطراب الإحياء. يبقى عشان ننتبه كده، الصلاة السرية مش معناها كده والله غلق الفم يعني ضم الشفتين دون حركة، لا، يعني كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب اللحية. قلنا القراءة هنا ايه؟ سرية. القراءة هنا سرية، لكن استصرار حاجة والجهر حاجة. الجهر ده انا بجهر اهو بالكلام، ده الجهر هنسمع الغير، لكن استصرار بها مش معناها جريان الكلمة على القلب. ساعات البعض لما بيقرأ كده بيقرأ بجريان الكلام على القلب، يقول لك لا هذه ليست بقراءة. لما يجي يسبح بعد الصلاة، يبقى بعد ما يصلي الصلاة كده هيسبح ثلاثة، كيف يكون التسبيح؟ فالبعض كده تجد ان هو لا يحرك الشفتين، يعني بدوبك بس بيعقد على انامل التسبيحات، لكن لا ترى هناك حركة على الشفتين ابدا، مش حركة. يبقى ده مش قول، القول اساسا يبقى كلام هنجريه، ولا لما نجري الكلام على اللسان لابد من افراج الشفتين، يبقى حركة كده. يبقى الانسان كده لما بيتمتم بالكلام قلنا بتجد ان الفك الايسر ده بيتحرك، فك الأسفل ده بيتحرك، فده كان اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده لو أنت شفت إنسان مش سامع كلامه، يسمع كلامه ولكن أنت شايفه كده ده فلان ده بيتكلم، عرفت إزاي؟ اضطراب اللحية، اضطراب اللحية. ولذلك إحنا لما الإنسان بيعطس إحنا بنشمته، تشمت العطس إمتى؟ لما يقول الحمد لله. ممكن بيعطس كده وفي مكان بعيد، بس أنا شفته كده قال الحمد لله، أرى الكلمات دي من خلال شفتيه. يبقى لما عطس كده يبقى نقول ان هو حركة الحمد لله حركة رأيناها على اضطراب اللحية وعلى الشفتين، فممكن نشمته ونشمته، يبقى حنشمته نقول يرحمك الله. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التشميت يكون من بعد الحمد، يعني ان قال الحمد لله فهو قال الحمد لله، قال الحمد لله. ولذلك حتى في تلقين الميت احنا نلقن الميت لا اله الا الله، هنلقنه ازاي؟ يبقى تنظر الى حركة الشفتين، يبقى إن جرت حركة شفتين يبقى قلنا لا وقل لا إله إلا الله، أو إحنا بنقول حوله كده لا إله إلا الله بصوت يسمعه، وإنه بصوت خافت ما يكونش فيه نوع من أنواع الإزعاج، وننظر لشفتين ومش هيقدر يجهر، قلنا صوته خافت صوته ضعيف، فماذا نعلم؟ هنعلم إذا أنه قال لا إله إلا الله بجران الكلام، هنجد شفتين بتتحرك بهذه الكلمة. يبقى إحنا نعرف نقول نعرف كده لما ننظر نقول ده قال لا إله إلا الله، يبقى عطس قال الحمد لله بحركة شفتين. يبقى ده اساسا القراءة السرية، مش قراءة سرية معناها امرار على القلب، لا ده ما قرأش. يبقى الفاتحة دي ركن اركان، ركن اركان، ده ركن قولي يعني لازم فيها الكلام، لكن مش الكلام معناه الجهري بيه كده، لكن الكلام استصرار. يبقى هنجري الكلمة، لما نجري الكلمة كده على اللسان يتحرك من خلالها حركة شفتين. ولذلك لما سئل بما كنتم تعرفون ذاك، يبقى كان بيسألوا كده هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك، ازاي تعرفوا؟ قال باضطراب لحيته. وكان معلوم ان لحية النبي
صلى الله عليه وسلم كثيفة وكثة وكانت عريضة، كانت عريضة، فكانوا يعلمون ذلك، مش اضطراب اللحية. والله احنا مواجهة دلوقتي، لكن هو كإمام، كإمام يبقى يعلمون ذلك من خلفه، يبقى ازاي كانوا بيعرفوا انه بيقرأ من خلفه؟ ده كنتيجة لان لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة وكانت عريضة، كانت طرة من خلفه، طرة من خلفه، فلما يتكلم كده يبقى حنرى من خلفه اضطراب اللحية، اهتزازها. تهتز ليه؟ قلنا لان الفك الايسر بيتحرك، لما يتحرك يتحرك معه اللحية فيحدث ذلك الاضطراب. يبقى دي كانت الصورة او القرينة التي كان يعرف الصحابة رضي الله عنه من خلالها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن محمد ابن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. قال كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. يبقى بيذكر كده يعني لماذا كان يطول النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الصلاة، وبماذا كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر. وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. أخ يقول هل يعد التأخير عن مواعيد العمل الرسمية بعذر أو بدون عذر من مخالفة العهود التي خاصة بخسارة النفاق منها؟ هو ليه يتأخر عن مواعيد العمل الرسمية؟ الإجارة دي أساسا على حبس الوقت، الإجارة دي على حبس الوقت، وبالتالي ليس له الحق أساسا، يعني ليس له الحق لو ينصرف مبكرا أو يذهب متأخرا إلا إن كان بيخصم، يعني إلا إن كان هو هيخصم منه الكلام ده، هو يقول هو جاء متأخر هيخصم منه التوقيت ده، لكن هو المعهود والظاهر كده إنه يروح متأخر وأيضا بينصرف مبكرا، نقول لا، الأجرة بتاعتك دي على حبس الوقت، الأجرة دي على حبس الوقت، وبالتالي يبقى تنتبه ان يبقى ممكن يأكل هذا المال الحرام، يبقى ده مال حرام، يبقى ننتبه دايما كده ان احنا يعني نلتزم بمواعيد العمل الرسمية، لان ده العقد على كده، العقد كده بيقول انك انت موظف في المكان الفلاني من الساعة كذا الى الساعة كذا، يبقى دي من الساعة كذا الساعة، فانت بتاخد أجرتك، الأجر بتاخده على عدد الساعات اللي انت بتحبس فيها لصالح العمل. لك والله طب ما فيش عمل، انت اساسا ما تاخدش الاجر على العمل، انت بتاخد الاجر على حبس الوقت، وفروا لك عمل بنعمله، ما وفروش عمل بتاخد الاجر، ان ده حبس وقت، ان ده حبس وقت، فننتبه كده ان احنا اساسا لا نخالف هذا الشيء. حديث لا عدوى ولا طيره في الاسلام، حديث اذا وقع الطاعون في ارض وانتم فيه كيف لنا ان نربط بين حديثين وكيف العمل بهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، يبقى لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من مجذوم فرارك من الأسد، وقال إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا فيها، يبقى ولا تدخلوا فيها، طبعا لا تخرجوا منها فرارا منها. قال إزاي نربط بين الحديثين، إزاي نربط ما بينهم؟ ممكن حد يعني يقول لنا الكلام ده مشكورا كده. أي نعم. احنا ازاي نجمع بين الامرين لا عدوى ولا طيره؟ فيش عدوى، يعني لو ما واحد كده مثلا مصاب بالانفلونزا يقول لك ايه انت جالك انفلونزا، يقول لك فلان عداني، ممنوع الكلمه دي، الكلمه دي مخالفه للعقيده، لا عدوى، فمن اعدى الاولى؟ طب الاول، اول واحد اصيب بالمرض ده مين عداه؟ مين؟ يبقى هو بقدر الله، والثاني بقدر الله، والثالث بقدر الله. لكن دي بقى فيها ايه؟ ماذا نقول؟ ايه نتكلم، يعني نتكلم بس عشان المفاهيم واضحه، لا عدوى ولا طيره مؤثره بنفسها، ولكن ليك انك انت تاخد بالاسباب، ناخد بالاسباب. ويعني لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فيش واحد مصح هيرد على المريض، ولا المريض يرد على المصح،
قلنا كل ده حماية للتوحيد، حماية للتوحيد، مخافة ان هو الشيطان يتسلل الانسان فيفسد عليه امر الاعتقاد. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون لو وقع في ارض ما تدخلوش فيها، ولو كنت فيه ما تخرجوش منها، قلنا ليه؟ قال مخافة الانسان لو دخل فيها ومات يبقى يقول اصل السبب في كذا، لو خرج منها يقول لك انا اهل البلده مثلا مات، يقول لك لو انا ما خرجتش يعني كنت مت معاهم كما مات، يقول لك لا. فخلي بالك حفاظا للعقيده وصحه العقيده، لكن ما فيش عدوى مؤثره بنفسها. يعني نقول والله فلان ده عداني، نقول لا، فمن اعدى الاولى؟ طب اول واحد اصيب من العداء، لكن ده مش معناها ان انت ما تاخدش بالاسباب، خد بالاسباب زي ما الطبيب كده يقول لك والله ايه اسباب الوقايه من هذا المرض، 1 2 3 كذا، احنا بناخد بالاسباب، لكن القلب ما بيعتمدش عليها. يعني لو اصبنا كده الواحد ما بيخافش، لما لو ما خدناش بالاسباب يبقى القلب يرتجف، لا ما يرتجفش القلب، ما يرتجفش. وبالتالي لكن انا باخد بالاسباب قلنا عشان ما فيش نوع من انواع التقصير، لكن لو اصيب الانسان يبقى على ذلك لا تقول ايه يعني ان والله فلان عداني، ما فيش عدوى مؤثره بنفسها كده، ولكن كل ده بقدر الله، زي ما كان الاولى بقدر الله الثانيه تكون بقدر الله. فيبدا الجمع بين امرين، فر من المجذوم فرارك من الاسد، لكن نقول القلب لا يرتجف، لو قصرنا بسبب الاسباب قلبك لا يرتجف ابدا، لا يرتجف. يبقى لذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الطيره، يعني ما منا الا ولكن الله يذهب ذلك بالتوكل. يعني ممكن الانسان يجي له نوع من انواع التطير كده، يذهبه ازاي؟ بالتوكل على رب سبحانه وتعالى. فالقلب لا يعتمد على اي سبب من الاسباب، لكن احنا بناخد بالاسباب على الظاهر كده، على الظاهر، لكن القلب يتوكل بكليته على رب سبحانه وتعالى. فيبقى ده كلها حمايه للتوحيد، وان مخافه ان الشيطان يتسلل الى الانسان من هذا الجانب، تسلل الى هذا يقول لك لولا كذا لكان كذا وكذا. قلنا لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا معي مفتاح مسجد في البطاش أفتحه يوم الجمعة، وأنا ساكن في وأخاف فاهم أغلب الجمعة، وأنا في أغلب الجمعة أكون أول من يدخل المسجد، وأنت معك المفتاح مين هيخش غيرك؟ وأمشي من الدرايسة إلى البطاش، فهل إذا أنا قلت إن كل يوم جمعة بالنسبة لي إنها ليلة قدر لأني أمشي أكثر من 1000 شهر على حسب أن كل خطوة يعني، فهل هذا كذب؟ يعني بيقول ايه فهل اذا انا قلت ان كل يوم جمعة بالنسبة لي كأنه ليلة قدر لاني امشي اكثر من 1000 شهر على حسب ان كل خطوة بسنة صيام وقيام، فهل هذا كذب؟ وهل عندما افتح المسجد هنعطى ثواب كل من يدخل المسجد؟ طبعا الدل على الخير كفاعلي، بس الدليل على الخير كفاعل، بس انظر كده انك انت ما رحتش المسجد ممكن تضيع على الناس الجمعة، يعني ممكن تضيع على الناس الجمعة، فانت برضك المقابل كده ممكن تأسن ضيعت على الناس الجمعة. وبعدين لو يعني هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، انا اول ما تدخل المسجد انا اول ما تفتحه، لكن ما تقولش بقى الكلام ان انا كل خطوة يبقى بكذا يبقى انا احسبها، يبقى بما ان اذا مفيش بما ان اذا في الدين، في الدين ده مفيش بما ان اذا، كل نص كده نتعامل معاه. انت نقول والله لما بتمشي الخطوات دهيت كل خطوه، طبعا نزل الانسان من بيته متوضئا فاحسن وضوء ولم يخرج الا للصلاه، كل خطوه يرفع بها درجه تعطى عنه خطيئه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يجيش نسبها بقى والله القدر خير في شهر يبقى انا دي خير في شهر، لا ما فيش تنسيب ده، بما ان اذا بعيده تماما، اذا القدر دي لها خصوصيه، لها خصوصيه فما نقصش عليها الامر ده هو. لكن دي روايه قلنا يعني انك انت تذهب بهذه الصوره بتستجمع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط دهيت، يبقى كل خطوه ترفع لك درجه وتحط عنك خطيئه. ونقول انك انت بتاخد ثواب كل من اعنته على طاعه الله سبحانه وتعالى، نعم قلنا الدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، ولكن برضه كده ما يكونش ينزل متاخر وقصده ان هو اساسا يعني عشان ياخد ثواب المشي ده ويروح متاخر، يروح متاخر كده ممكن يروح يعني على التوقيت يعني بتمام، يقول والله طالما انت ماسك مفتاح مسجد تفتحه الجمعه افتحه مبكرا تماما، افتحه مبكرا، ولا لان طبعا في انسان عايز يذهب المسجد مبكرا، فممكن تفتح المسجد قبلها بساعتين، قبلها بساعه ونص تفتح المسجد مش قبلها بـ5 دقائق، نقول لك لا
الناس دايما في ناس قلنا بيذهبوا المسجد مبكرين وقلنا بيركعوا ويصلوا وكذلك بيحبوا يقرأوا سورة الكهف وقاعة المسجد، يبقى أنت تعطيه هذه الفرصة. بالإضافة أيضا أنك أنت متكونش مبطل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده أن الذي يذهب إلى الساعة الأولى الساعة الثانية وهكذا، لهم الفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.